السلام عليكم، كل سنة طيبين ورمضان كريم. مديحة ابراهيم عبد الغافر معاكم من محافظة الوادي الجديد. وطبعا زي ما احنا عارفين محافظة الوادي الجديد بتشتهر بالبلح، وواخده طبعا الايزو في البلح، والبلح بتاعنا بيلف العالم كله. فاحنا النهارده هنقول لكم على الوجبه الاساسيه، وانا بتمنى ان الكل يشرب الوجبه دي لان هيدعي لي بعد كده. الوجبه بتاعتنا بتتكون من بلح العجوه والبلح والميه والليمون فقط، يعني مفيش اي اضافات تاني بنعملها فيها الا بلح وميه وليمون. وطبعا عارفين ان الليمون لوحده ليه فوائد عديده جدا. بنعمله ازاي؟ بننقع البلح قبلها بساعتين، وبعدين بنشيل منه النوى خالص وبنهرسه جامد في مصفى. ده احنا الاول اجدادنا كانت بتعمله بالطريقه دي، ودلوقتي طبعا مع التطور ووجود الخلاط سهل العمليه دي كتير. بعد ما بنهرسه جامد بيتصفى، حتى لو في الخلاط برضو بنصفيه لان بتطلع بسيط من الشوائب فيها. وبنعصر عليه الليمون، وبعد كده بتحط عليه طبعا المية والتلج، وده بتبقى عصير اساسي في رمضان في المغرب. على فكرة المنيسة كل البيت اولا بيشارك في عملها أو بيستنوا المغرب عشان كل واحد ليه دور هو بيأديه فيها، وثانيا الكل بيحبها جدا من الأطفال للكبار. وعايز أقول كمان إن حتى مرضى السكر ما بتأثرش عليهم بحاجة، لأن طبعا شيء طبيعي إن مريض السكر بيبقى عنده نقص السكر من الصيام طول اليوم، فبيحتاج إن ياخد حاجة حلوة وحاجة مسكرة، فبالإضافة إنها مسكرة بالإضافة إنها مفيدة جدا كمان بالنسبة لمرضى السكر.